الإسلام يقول أنت حاول تنجب وحاول أنه شنو تربيهم. خو إلهي أنا مو ضامن، ما يخالف حاول. وهكذا في كل المجالات، مثلا إذا مثلا أنا أجالس الناس يمكن ما أقدر أضبط نفسي في الغيبة مثلا أو كذا، الإسلام ما يقول اقعد ببيتك، انزوي عن الناس، اتكتر، أخذ زاوية، انسحب من الحياة. هذا ماكو في الدين، لا وجود له لا عينا ولا أثر، انسحاب من الحياة ماكو. بلي هذا المجلس مثلا ما تقدر تضبط نفسك لا تروح مثلا، يمكن هذا الشيء موجود. أما أن الإنسان ينسحب من الحياة، ممكن مثلا ما يروح على البحر مثلا، لأن البحر ممكن الزلة فيه، زلة العين فيه مثلا أشد من أماكن أخرى، ما يخالف، هذا ما في مانع. أما أن الإنسان لأنه ما يقدر ينضبط ينسحب من الحياة، هذا ما موجود في الدين أصلا. التواصل هذا العنوان، ممكن أنت ويا فرد واحد ما تتواصل لظرف من الظروف، مع خمسة لا تتواصل، أما مفهوم التواصل لازم يكون في حياة الإنسان. نعم الإنسان له الخيار أن لا يتواصل مع زيد ويتواصل مع عمر، هذا الخيار موجود له. أما أنه أصل مفهوم التواصل لما يترتب عليه من مساوئ هذا ينسحب عنه، هذا ما موجود في الدين. العنوان الثاني، العنوان الثالث، التواصل أهم مهارة يمارسها الإنسان في الحياة. والتواصل على أربعة أقسام، التواصل عناوين التواصل إذا واحد يحددها أربعة أقسام واضحة. القراءة، الإنسان لما يقرأ فتشي أو يكتب أو يتحدث أو يستمع، هاي أقسام التواصل أربعة. أشرف الأقسام في التواصل الاستماع، هذا أشرف الأقسام. علماء الغرب يبنون عليه، يقولون كل العلاجات الاجتماعية، يقولون بلا استثناء يمكن أن تترتب على هذا النوع من التواصل. ممكن الإنسان بالحديث يعالج بعض الأشياء، الحديث الإنسان يحكي ويا واحد ينصحه، هذا النصيحة ممكن أن تعطي ثمار، فهناك يحصل شنو ثمر التواصل، يعطي ثمر. أما العنوان الأكثر اللي الغربيين يأكدون عليه هو مسألة الاستماع في مجال التواصل، أن الإنسان يستمع للآخرين، هذا يزيد في المحبة. عجيب وغريب، كثير من الأمور تحصل للمتكلم، تحصل له على كل حال أبعاد حسنة جيدة، انطباعات جيدة. الإنسان المستمع إيش قد يستفيد؟ الاستماع هم ينفع صاحبه، هم ينفع الطرف الآخر أيضا، ينفع مجالات، يفتح أبواب كبيرة من العطف، من العواطف، من الإحساسات. الاستماع أشرف أنواع التواصل الأربعة هو الاستماع. هذا الاستماع هو على خمسة درجات، على خمسة مراتب. أكو مرتبة في الاستماع جدا شريفة، أكو مرتبة في الاستماع جدا رديئة. الإنسان عندما يستمع إلى شخص تارة يكون استماع تفهم، هذا أشرف مراتب الاستماع، يعني يستمع حتى يتفهم. وأرد أنواع الاستماع، الاستماع التجاهلي. شايفين يمكن بعض أوقات الإنسان جاي يتحدث مع شخص مبين ذاك الفرد أصلا مو فقط لا يستمع بل يستخرط الحديث أصلا، يشوفه يبدي، يظهر انشغاله بشيء آخر وهو يستمعها. هذا النوع من الاستماع يلهي نفسه أصلا، ينزل عينه، يخلي نفسه مثلا كأنه يفكر في أمر. هذا أردى أنواع الاستماع، وبينهما مراتب، هي خمسة كلها، أشرفها الاستماع المتفهم، يعني الإنسان الذي يستمع لكي يفهم، يفهم مو بالضرورة الكلام يكون على حق أو على باطل، لكي يفهم ماذا يريد أن يقول، هذا هو، هذا أشرف أنواع
استماع. وفي الدرجة الثانية يلي هذا الشرف بعد درجة التفهم الاستماع المتفهم الاستماع المهتم، ما أريد أتفهم كلامه بس أهتم بكلامه، أدري كلامه باطل وأدري لا قيمة له، لا قيمة فائدة، لا فائدة مرجوة منه، بس أهتم أنه أريد أشوف شنو يقول، ما أريد أفهم. هذا يسموه استماع اهتمامي، يهتم بالحديث. في الدرجة الثالثة الاستماع الانتقائي، ينتقي، يريد يشوف شنو الهفوة، وين الكلام، يريد يأخذ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. هذا في الدرجة الثالثة استماع انتقائي، يريد يأخذ كلام رأسا يرده. وهذا النوع من الاستماع تقريبا أغلب أنواع الاستماعات من هالقبيل. يقولون علماء النفس أن الناس لا يستمعون لكي يفهموا ولا يستمعون لكي يهتموا بالحديث، إنما يستمعون لكي ينتقوا فد كلمة، إما يريدون يردوها أو يتخذوها ذريعة لاستدلال. يعني إذن يستمع حتى يجيب، لا يستمع أيضا لأن يفهم شيء. يقولون أكثر أنواع الاستماع من هالقبيل، يستمع يشوف شنو دا يقول، حتى شنو الغرض الغائي، هو شنو أن يرد، أن ينقد، يستغل نفس الكلام حتى يستعمل آلة لرد الكلام. هذا يسموه استماع انتقائي. هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة التظاهر بالاستماع، هو أبدا ما جاي يستمع بس دا يباور. والمرحلة الأخيرة اللي هي أسوأ من التظاهر، أصلا حتى لا يتظاهر بل يظهر أنه لا يستمع، وهذا كارثة حقيقة في المباحثات وفي التداول، كارثة كارثة. وهذا ما يجده الإنسان في كثير من البحوث، تشوفه جاي تطرح له دليل عينك عينك، يعني يتظاهر بأنه يتجاهلك، هذه إهانة، وهذه أكبر إهانة على الإطلاق. الإهانة مو معناته أنه أنت تسبني، بعض الناس مفهوم الإهانة يحصره في شنو؟ في أن الفرد يجي يسبه. الإهانة مو بس هذا، الإهانة من أشد أنواع الإهانة أنك تقول لي أنه أنت كلامك ما له قيمة، أنت حديثك وتقول لي تظهر تبرز تبين أن كلامي ما له قيمة، هذه إهانة. شنو هذا هذا العمل؟ شنو خفة أقل من أنه تسبني تقول أن أنت إنسان مو لائق أن واحد يسمع كلامك؟ شنو فرقه عملا جاي تقول تسوي هذا الشيء؟ الكلام إذا صدر بشكل عملي يمكن يكون في بعض الأحوال أشد من الكلام اللي يصدر بشكل لساني، يمكن يكون أشد. يقولون علماء النفس، يقولون أكثر حاجة في النفس الإنسانية أن الآخرين يفهموني، يقولون هذه حاجة جدا ملحة في الإنسان. أنا أحتاج عندي أنه مثلا الناس، على كل حال أحتاج إلى مال، أحتاج إلى غذاء، أحتاج من جملة الأشياء، أحتاج إلى شنو؟ أن الآخرين يفهموني. يقولون هذه من أشد أنواع الحاجة في النفس. يبدو لي أنا أن هذه الحاجة مسببة معلولة، لماذا؟ لحاجة الإنسان للإحترام، الإنسان يحتاج أن الآخرين يحترموه. هذا الحاجة للإحترام من جملة أسبابها أن الإنسان يحتاج أنه يفهموه. الإنسان اللي يقولون هذه أشد الحاجات، يقولون فد واحد كان مسجون، على كل حال في سجن انفرادي، كانوا يريدون يعذبوه، كانوا يمارسون تعذيب شديد بالنسبة له، ما أدري، ما هذه العياذ بالله أدوات التعذيب، ما نجحت وياه، إلى أن قرروا شنو؟ أن يخلون فد واحد أجلكم الله معذرة أحمق وياه، يسجنوا وياه.
فما دامت الأيام إلا وانهار. إجا قال بابا شنو تردون مني؟ كل شيء تردون سووا بي، بس هذا طلعوا من يمي. شوفوا فانهار، يعني كل أدوات التعذيب ما أفلحت معه. أما هذا التعذيب يعني الإنسان لو يتعرض لأشد وأقصى أنواع التعذيب ربما يتمكن يقاوم، أما الإنسان أن يعيش ويفد واحد العياذ بالله ما يفهمه، أجلكم الله، هذا يمكن يؤيد هذه القصة، تؤيد أنه هذا الكلام اللي يؤكد عليه علم النفس يمكن يكون صحيح. يقولون أن أكبر حاجة في الإنسان أن يفهم، إذا عاش في مجتمع أذعن أن هذا المجتمع لا يفهمه هذا الإنسان يموت إذا أحس بهذا الشيء. افهمني ليش؟ لأنه إذا ما تفهمني ما تحترمني، ما تحترم رأيي وما تحترمني أيضا. المطلب الآخر الاستماع على الاستماع المتفهم، وهو الاستماع اللي هو أشرف أنواع الاستماع. هذا أشرف أنواع الاستماع مهارة نادرة جدا، الناس جدا نادر عندما يستمعون إلى الطرف الآخر يستمعون بتفهم، نادرة جدا، بل هي هذه المهارة أكثر من مهارة، هي أخلاق، بل أكثر من الأخلاق، أنواع الأخلاق. أتصور يبدو لي استفادة من الروايات الحديث ممكن واحد يستخرج هذه الروايات، يبدو لي أن جوامع الأخلاق يجدها الإنسان في هذه المهارة التي هي فوق كل المهارات على الإطلاق. الإنسان إذا كان يقدر محترف كان يقدر يسوي شغلات جدا دقيقة، تشوفون يمكن بالنسبة إلى هذه المهارة ما يتمكن، يعني ما يقدر يقنع نفسه يربي نفسه على أن يستمع للآخرين، الاستماع تفهم جدا صعب حقيقة، جدا هم نادر هم صعب. وأعتبره أنه كوكتيل من الأخلاقيات. أنا أعتبر أتصور يستفاد من الرواية أن الاستماع المتفهم هم تواضع هم تضحية، لأن هذاك يحكي حكي فاضي، يحكي حكي لازم أنت قلبك يتلوع وبالنتيجة لازم تتفهم بعد شو يقول، لازم تستمع له، حكي رديء أصلا مو خبير، رجل مو محترف، رجل ما يعرف الأمور بشكل جيد، أنت شلون تقدر تعطي إذان وإذان متفهم؟ صدق هذه تضحية، صدق تضحية. تضحية يعني شنو؟ يعني معنات التضحية الإنسان لما يضحي بشيء، هذا تضحية بشنو؟ بالدم اللي في القلب، القلب يفور ولازم تعطي توجه احترام. حقيقة أرفع درجات التضحية هذا أن الإنسان يربي نفسه على هذه الأخلاقيات، صعب حقيقة. تضحية هذه عقلية، حكمة حقيقة، عقلية رفيعة جدا جدا. حتى لو الكلام يكون باطل، حتى لو ذاك راح يتصور شنو، أنك أنت ما كنت تفتهم هاي الأمور، فهمك على قولتهم يقولون إرشاد جاهل، لما أنت استمعت إليه هو يتصور أنه أرشدك وأنت كنت جاهل. والناس يقولون، أمام الناس يقولون، الناس هم يقولون هذا ما كان يعرف المسألة هسه تعلم ما شاء الله. صدق حكمة، صدق تواضع حقيقة. شنو في الأخلاقيات أكو عناوين تجدها في هذا الأمر، وعلى رأسها التضحية. صدق الإنسان لازم يحتاج إلى روح من التضحية، لازم الإنسان هم تكون عنده عقلية وفرة، يعني لا يتصور أنه راح يخسر شيء، هاي عقلية الوفرة يسموه. روح التضحية فتشي فشيء آخر أنه يقينا ما نخسر الشيء. إحنا الإنسان اللي يستمع إلى الآخر حتى لو الناس قالوا هذا أرشده، هذا الطفل راح علمه، شنو تخسر شيء حقيقة؟ هذا لازم الإنسان يذعن أنه لا يخسر شيئا
إذا استمع بالتفاهم، حتى لو قالوا الناس أنه هذا ما كان يدري، هذا كان جاهل، إذعان يريد له، يريد له الإنسان يذعن هذا الأمر، ما يخسر شيء. حتى لو الناس حكوا عليه، حتى لو قالوا خسر المعركة، حتى لو قال أفحم. المطلب الآخر، في المجتمع الإيماني أساس جميع الصراعات هذا البحث. ثلاث عناوين هذه أساس الصراعات. أولا انعدام المنطق، منطق ماكو، هو يتصور أنه منطق عنده بس منطق ما عنده، هذا يولد إلى صراع، انعدام المنطق. ثانيا في المرحلة الثانية اللاعقلانية في النقاشات، النقاشات يحكمها لاعقلانية كبيرة في المجتمع الإيماني دائما هالشكل. في المرحلة الثالثة فقدان معايير وضوابط النقاش. بابا النقاش إلى قانون يا ما إلى قانون، هذا قانون شنو؟ قانون احنا نقعد ويا الله كل واحد يحكي حكيه خلاص، فإذا هذا معناته ما بي قانون. النقاش إلى معايير، إلى ضوابط، إلى كيفيات، يو ما إلى كيفيات. ما يصير أنه أنا كل شيء أريد أقول أنتم كل شيء تريد تقول، هذا ما يؤدي إلى نتيجة، بل يمكن يؤدي هذا النقاش إلى صراع، والصراعات كلها من وراء هاي الأشياء. أنت عندك حجة، أنا عندي حجة، مو بالضرورة أنا ألتقي بجبرائيل أو وحي منزل ينزل علي، أنتم كذلك. نقعد ضمن آلية نناقش. أولا منطق ماكو، منطق ماكو، الاستدلال يحتاج إلى قواعد منطقية، بعدين هناك قواعد غير منطقية عقلانية اجتماعية، بعدين هناك سبل للوصول إلى النتائج، وإلا النقاش يصير منبع للشنو، للمهاترة، اللي هو من أشد الأشياء اللي الإسلام نفاه. أترك المراء ولو كنت محقة، حتى إذا أنت محق المراء اتركه. مراء، مراء يعني شنو؟ يعني الملاسنة. إذا كان منطق وكانت هناك عقلانية وكانت هناك معايير آلية في البحث، أنت نص ساعة تحكي لازم تعطيني نص ساعة وقت أنا أحكي الشكل، بعد أنت تستمع كلامي أنا لازم أستمع كلامك، هذه معايير آليات، حتى لو كلام فاضي ما يخالف، هناك آلية للحديث. هذه العناوين الثلاثة أهم مسائل، أن في المجتمع الإيماني، في المجتمع غير الإيماني أكو هناك نزاعات مادية، واحد يريد يسيطر على واحد، لذا شنو النزاعات ممكن أن تجذب من مجالات أخرى أيضا. في المجتمع الإيماني لا، ماكو نزاعات مادية، مجتمع إيماني. اتفاقا المعارك في المجتمع الإيماني ربما تكون أشد من المعارك في المجتمعات المادية المنحلة أصلا. في المجتمع المادي لأنه هي المعنوي، هي المعنويات تدفع الإنسان إلى شنو، إلى المصادمة. يعني شنو؟ يعني الدين يقول له كفر، هذا رأسا الدين يقول هذا مرتد، الدين، والدين له دافعية أكثر من المادة، المادة لها دافعية. فلذا المعارك في المجتمعات المادية هواية أخف من المعارك في المجتمعات المعنوية. في المجتمع المادي لما تختلف وياه غاية الأمر يجي شنو، يضربك، يهفك راجدي. في المجتمع الإيماني لا، يقعد يسقطك، يسقطك دينيا، يسقطك إيمانيا، يسقطك في تقواك، ينال من عقيدتك هالشكل، وبعدين هم ما يقعد راحة، يشغل كل طاقاته لتسقيطك، لأن الدين يقول له، الدين يفرض عليه هذا الأمر. المادة ما فيها ذيك الدافعية، المادة غاية الأمر أنا مثلا متضرر مبلغ من المال، من هذا المبلغ من المال يحفزني، المادة ما فيها ذيك التحفيز اللي الدين بي. المتدينين لما يختلفون، يختلفون بشكل لا محدود، يختلفون حقيقة. أساس الاختلاف من هاي العناوين. لاحظوا
يقال أن أشد أنواع الاستبداد هو الاستبداد الكلامي. الاستبداد الكلامي على قسمين، فد واحد معروف أنك لا تحكي، تحكي أسجنك، أو يعطون عناوين أخرى، إذا تحكي أنت كلامك فساد للإسلام. هذه تكميم الأفواه، هذا الاستبداد الكلامي على قسمين، على درجتين. فد واحد ظاهر علني، مثل هاي البلاد الدكتاتورية يسموها توتلتارية، النظام، الأنظمة القمعية، الأنظمة اللي موجودة الآن في العالم، ما يقدر واحد يحكي. هذا استبداد واضح علني ظاهر، استبداد كلامي. يقولون أسوأ أنواع الاستبداد هو هذا الاستبداد، أنت ما لك حق أن تحكي. يعني شنو؟ أنا أريد أحكي. يقول لا، ما يصير تحكي، تحكي أنت تولد فساد. هذا المنطق الظلمة، الطغاة، ما يصير تحكي. هذا فد نوع من الاستبداد. ليس حديثي عن هذا القسم. أعتقد أن النوع أسوأ من هذا الاستبداد أكو هو الاستبداد الكلامي المبطن. هو ما يقول أنت ما لك حق تحكي، بس يمارس طريقة اللي سكتك أنت. ما يقول لك أنت لا تحكي، احكي روح احكي، بس بطريقة ما يخليك تحكي. هذا اللي أسوأ من القسم الآخر، لأنه هذا دس السم في العسل. هو يعطي لنفسه عادة البعض اللي هم على كل حال لا يخشى الله، عم على كل، ولا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال ولكن ينتهزها من لا حريجة له في الدين. هم يظهر للناس انطباع ديمقراطي أنه إنسان حر يفسح المجال للآخرين، أما في الواقع ماكو مجال لأحد أن يتكلم. هذا الاستبداد المبطن اللي منتشر، هذا الاستبداد في كل الأوساط الدينية. والحاصل ما عنده شرطي، بس هناك يستعمل قوى، هذه القوى تكمم أفواه الناس. وفي الواقع هو ما عنده شرطي ولا عنده قضاء، بس يمارس قهر. إذا فد واحد حكى فالشكل يتعامل معه اللي بعد الآخرين ما يتمكنون يحجون. هو هذا الاستبداد الكلامي المبطن. هذا الاستبداد الكلامي المبطن أغلب الناس يدعون أنهم، هذا الاستبداد الكلامي، أنهم على كل حال متضررين منه. أركان التواصل السليم ثلاثة أشياء. الإنسان إذا يريد يتواصل مع الآخرين يحتاج إلى ثلاث عناوين كلش. العنوان الأول منطق. منطق، لما تحكي تحدث بمنطق، حاول. بعض أوقات الناس، مو بعض أوقات، في أغلب الأحيان لما يبرهن على فت شغلة يبرهن برهان، على قولة الشيخ الأنصاري، لا يصدر من أصاغر الطلبة. فتح حديث الإنسان حقيقة يصاب بإحباط أصلا. فد استدلال، يجيب استدلال، يقول له، قلت الفد واحد طفل كان، قلت له هاي السيارة مثلا مليون دولار تسوى، سيارة ثمينة كانت في إحدى البلاد شفنا. قال لعد ليش لونها أصفر؟ شوفوا شلون هذا، شلون سؤال؟ أنا جاي أقول لك هذه سيارة ثمينة جدا، باهظة الثمن، أنت تقول لي ليش؟ هذا اعتراض، ليش لعد ليش لونها أصفر؟ شنو ربط هذا اللون بهذا الكلام؟ كلامك بكلامي شنو ربطه؟ تحدث بمنطقية. ثانيا استمع بتفهم، حاول تثبت أنا جاي أتفهم كلامك. ثالثا هناك آلية في الحديث، هذا المطلب الثالث. المنطق، العنوان الأول المنطق. المنطق هاي الكلمة أكثر كلمة استغلالا لدى الطغاة. روحوا شوفوا طغاة العالم، هذا صدام شوفوه، لاحظوا موجود في اليوتيوب محاكماته، عنده منطق. لا رجل تجده على وجه الأرض لا يمتلك منطق لتصرفاته السيئة، ماكو أحد. أكثر كلمة تستغل
في القاموس اللغة العربية لدى الطغاة هي كلمة المنطق. عندهم منطق، حتى قطاع الطرق عندهم منطق، عندهم منطق. يقول أنا شنو أخلي أهلي وأولادي يموتون؟ لازم أبوك. السارق عنده منطق، لا شنو الله خالقنا حتى شنو هذول ينشرخون؟ عنده منطق. ولكن هذا المنطق هل هو منطق صحيح ولا لا؟ هذول داعش وهذول القتلة عندهم منطق. اقروا كتب هذول السفاحين الفجرة في التاريخ موجود بعض، أنا شايف بعض فلان اللي كان قتل في الاتحاد السوفيتي السابق قتل 1,000,000 إنسان، عنده كتاب اسمه هم مذكور، ما أريد أجيب اسمه أصلا، موجود معروف أنه ليش أنا قتلت. إنصافا اقروا، اقروا كتابه، اقروا منطقه، يشوفون منطق في الجملة معقول. المنطق لا يغر الإنسان منطق الناس. شنو يقول؟ يقول هذا السفاح، يقول من جملة هسه ما أريد أتحدث، يقول شنو؟ يقول أنا مسؤول أمني وأنا لازم أحقق الأمان للناس، وأنا خو ما أدري السارق من غير السارق، خو علم غيب ما عندي، أنا أجي لي قدام أي واحد أشك بي أذبحه. هذا إما أنه هو إنسان مدان مثلا، فإذا في محله يراق دمه، أو يكون بريء. لو كان بريء بالنتيجة أنا لازم أذبح لي كمية هائلة حتى ذولاك السراق اللي أنا ما أعرفهم هذولاك يأخذون حذرهم ينضبطون. أنا لازم 100,000 إنسان أذبح. ما يصير أنا شلون ذاك السارق أكو آلاف والمئات الآلاف من السراق في البلاد وأنا ما أعرفهم، الله ما أنطاني علم غيب. شوف المنطق، أنا ما أنطاني علم غيب، فشنو أنا من أجل مصلحة ملايين الناس لازم 100,000 أذبح حتى ذولاك اللي ما أعرفهم ولا سبيل لي للوصول إليهم ذولاك ينضبطون. شنو طريق ثاني أكو؟ شوفوا شلون منطق قوي، يذبح 100,000 مئات الآلاف ويبرهن على أنه هذه مصلحة الناس، أنا مسؤول أمني لازم أحقق الأمان للناس ولا سبيل لي، أنا أخو علم غيب ما عندي. شوفوا شلون منطق. أنتوا اقروا حتى إنسان شوية يفهم، يقدر يفهم أنه حقيقة هذا منطق. منطق اثنين في اثنين يساوي أربعة، بعد واضح. الأمن أهم شيء، لولا الأمن لا يستقر حجر على حجر. صحيح الفوضى يقولون يستدلونها، فمطلب أكو من المسلمات لدى العقل البشري أن شنو؟ أن الهرج والمرج أسوأ من الحاكم الظالم. فشنو صدام يجي يقول شنو؟ يقول أنا أحسن من الهرج والمرج، وأحسن معناته أنه فإذا أنت كن حاكم ظالم. لا شك أن العقل يحكم بأن الهرج والمرج أسوأ من الحاكم الظالم، أسوأ من صدام. أما مو معناته أنه أنت إذا كنت صدام إذا أنت كلامك وطريقتك وتصرفك في محله. شوفوا بمنطق ماكو، يقول أحسن مما يكون هرج مرج. أدري إذا أنت بلا شك أنت كحشاكم عفوا ذاك البعيد كصدام، وجود صدام أهون مثلا بالحكم العقلي إذا كان تم هذا الكلام أهون من الهرج والمرج. خب هذا معناته أنه تكون صدام؟ شنو هالحكي؟ هذا منطق؟ شوف شلون يستدلون. يقول أنا أهم شيء في الحياة أمان الناس، وهذا الأمان لا سبيل له لأني لا أملك علم الغيب وأنا مسؤول عن الأمان، فلا بدي عقلي لازم بالهبل على قولتهم بلا حدود أذبح فيستتب الأمن، فالناس يقدرون يعيشون، الاقتصاد يتحقق، السياسة تمشي، الاجتماع الناس يزوجون أولادهم. فذاك اللي انذبح بريء هذا إن شاء الله يوم القيامة الله يطيل جنة. ليش؟ لأنه دمه صار طريق لمعيشة الناس، وذاك اللي هم مدان ينذبح وهذاك في محله بعد. أسوأ كلمة تستغل في اللغة العربية لدى الطغاة هاي كلمة المنطق. هذا العنوان الأول، المنطق. قالوا المنطق كلش موضوع صعب. العنوان الثاني تفهم، التفهم هذا الركن الثاني، الاستماع بشرط التفاهم. عندي فدفذلك مهمة، شوفوا أن أكون مستمعا متفهما،
الإصغاء زائد تفهم. خب